بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. السلام عليكم يا شعب البحرين الصامد، السلام على الشهداء والمعتقلين والجرحى، وسلام لثوار وأهالي أبو صيبع على استضافتهم هذا التجمع. يقول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. قيل هذا القول بعد نكسة 1967، وهو منطق استخدم ضد الكيان الصهيوني، ولكن أخطر ما يكون أن يستخدم هذا المنطق في البلد الواحد، وأن يستخدم هذا المنطق في الحراب الداخلي، فتكون النتيجة هي دمار هذه البلدان. ونحن شاهدنا ما حصل في رواندا وفي العديد من الدول، كيف انتهت إلى دمار غير مسبوق نتيجة استخدام هذا المنطق. لذلك اليوم السؤال اللي يوجه للنظام البحريني: هل هذا هو المنطق الذي يسير عليه؟ هل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة؟ الحديث عن الفتح والحديث عن دخول البحرين والحديث عن السيف والحديث عن العروبة هذا التغيير في تاريخ البحرين، هذا المنطق هل هو منطق القوة؟ أنا أقول للنظام هذا منطق سيجلب الدمار على البلد، سيجلب الدمار بشكل كامل على البلد، لن ينجو منه أحد، لا شيعة ولا سنة ولا نظام حكم سوف ينجو إذا طبق هذا المنطق: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. النظام عليه أن يفهم أن هناك ثروة وهناك سلطة تسيطر عليها أقلية سياسية، أقلية طائفية، اللي يحبون يختاروا من هذه المصطلحات. هذا الوضع ما يجب أن يستمر، وشعب البحرين لا يمكن أن يقبل بعد اليوم أن يستمر هذه الوضعية. هناك حوار، دعية إلى حوار، المعارضة كل جولات الحوار السابقة التي فشلت ومع ذلك قبلت بالحوار الجديد، حوار ثنائي على هذا الأساس، حوار ثنائي، جدول أعمال واضح، وبعد كل ذلك للأسف نتفاجأ بأن هذا الحوار قد حول من ومن الذي دعا إليه ولي العهد لتكون هناك جهات أخرى ومرئيات، والذي استلم المرئيات 4-5 مرات يريد يطالب بها مرة أخرى، وكأننا ندور في حلقة مفرغة. أنا أتصور أن المعارضة عليها أن تقول لشعب البحرين بشكل واضح وصريح أن هذا النظام يا أما أن يكون في إطار حوار حقيقي للوصول إلى نتائج حقيقية تحقق المطالب وفقاً للقوانين الدولية، أو على النظام أن يجيبنا على سؤالنا: هل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة؟ وبالتالي نحن أمام دمار كبير جداً يحل بهذه البلد. لكن استمرار الوضع الحالي بشكله الحالي لا أعتقد بأنه يؤدي إلى نتائج، وخصوصاً أن النظام في البحرين ما زال ممعن في كل هذه الانتهاكات. آخر هذه الانتهاكات هي حل المجلس العلمائي، حكم قضائي غريب جداً أن يطالب وزير العدل ب وقف عمل المجلس ليكون القضاء أكثر راديكالية ويحكم بحل المجلس. هذا فيه استهداف واضح للمعارضة. الأغرب من هذا الاستهداف هي هذه التصريحات التي تطلق والتي لا يعرف حقيقة كيف يمكن أن تطلق مثل هذه التصريحات من نظام من المفترض أنه يحترم نفسه. تقول الوزيرة سميرة رجب بأن الشيعة لهم مرجعيات وليس لهم مؤسسات.
زين يا أخي، أول شغلة يعني النقطة الأولى، أنتم راحمين المرجعيات أساسا. هذا الشيخ حسين النجاتي مهدد، هذه التهديدات إلى الشيخ عيسى قاسم، تهديدات إلى الشيخ علي، أنتم مو مبقين مرجعيات أساسا بدون تهديد. الجانب الآخر، هذا الكذب يعني على من يعني يسير ذلك؟ من يقول إن الشيعة لهم مرجعيات وليس لهم مؤسسات؟ في لبنان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، طيب هذه لبنان. في مصر المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، ليس كذلك. في كينيا، كينيا وهي في غرب أفريقيا، الشيعة فيها لا يتجاوزون 6000. يوجد فيها جمعية آل البيت التي تدير شؤون المذهب بأكمله. في غينيا وهي في غرب أفريقيا، الشيعة لا يتجاوزون 1%. عددهم 6800، يوجد لهم مجمع لآل البيت يدير شؤون الطائفة. إحنا في البحرين 70% من هذا الشعب ينتمي إلى طائفة يصبح من المحرم عليها أن تكون لها إدارة لإدارة الشؤون الدينية. هذه حقيقة يعني جزء من عملية التأزيم وليس جزءا من الحل. وبالإضافة إلى أن هذا الكلام هو كلام غير صحيح، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مجلس تابع للنظام، مجلس للأسف نستطيع أن نقول أنه لا يمثل الطائفة الشيعية، من هم موجودون داخل هذا المجلس بأي حال من الأحوال هم لا يمثلون الطائفة الشيعية. النقطة الأخرى، في ظل هذا الاستهبال حقيقة اللي يدور يعني بين فترة وأخرى، حديث وزير الخارجية أن هذا حكم القانون، وأنا أشوف قدامي عبد الجليل خليل وأتذكر ألبة، أي حكم قانون هذا؟ طيب ما ألبة سرقات، ونائب رئيس الوزراء جواد سالم العريض بعث برسالة إلى المحكمة إلى بريطانيا أقر فيها بموافقة مجلس إدارة ألبة على دفع الرشاوي، وأموال بالمليارات فقدتها ألبة، ولا شفنا حكم قانون تطبق. أراضي وبحار، لجنة اللجنة البرلمانية السابقة اللي أقرتها واللي هي بالمليارات، ما شفنا احنا حكم قانون طبق. ديوان الرقابة المالية اللي يعج بالمخالفات والفساد، ما شفنا حكم قانون طبق. حكم القانون طبق على جمعية العمل الإسلامي فقط، وحلوها لأنها جمعية معارضة. واليوم من كثر الرغبة في الانتقام الطائفي المقيت، يحل المجلس الإسلامي العلمائي وهو أساساً كما يدعون غير موجود وفقاً للقانون، غير مسجل، ولكن هناك رغبة بالانتقام، حقد طائفي، رغبة بإشعال فتنة طائفية في البلد. هذه كل الموضوع. وبالتالي نحن حقيقة أمام تعثر سياسي، أمام أن المعارضة عليها أن يكون لها خيارات أخرى. هناك حوار حقيقة موجود في الإعلام، على أرض الواقع غير موجود شيء من هذا القبيل. وبالتالي نعتقد بأننا كمعارضة مطالبون بأن يكون لنا خيارات أخرى، وعلى النظام مرة أخرى أن يجيبنا على هذا السؤال، هل ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة؟ وشكراً.